صباح الهنا وصباح الرزق على حضراتكم جميعا، وزي ما احنا متعودين دايما بنقول كده يا رب يكون يوم مليء بالخير والسعاده واحلامنا اللي احنا عايزين نحققها، بس مهم جدا يكون في سعي قبل اي شيء والباقي تسيبه على ربنا. صباح الخير من كل مكان في العالم بتتابعونا، وحلقه جديده واول الاسبوع و10 الصبح في الاهل. صباح الخير فريش كده جدا. وانت ست العارفين ومدركه الى اي درجه انا جاي متخيله جدا. انا نفسي الناس بس تشوفك يعني في كواليس قبل الهوا بس. كميه بتوبه هستيريه. صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم جميعا. بدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله. كالعاده هنتكلم من خلالها عن كل ما يتعلق بالنادي الاهلي بكافه فرقه المختلفه، هنتكلم عن الرياضات العالميه المختلفه، وكمان في الجزء الثاني من حلقه النهارده هتكون عندنا عدد اثنين فقره حواريه. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن مشاركه ابطال مصر والبعثه البارالمبيه. احنا عندنا يوم 24 من اغسطس الجاري ان شاء الله بدايه بقى جديده مع الدوره البارالمبيه في طوكيو ان شاء الله، ونتمنى يكون يعني حظ بعثتنا المصريه وافر هذه المره. وفقرتنا الثانيه هتكون مع كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق اللي هنتكلم معاه بكل التفاصيل في اللي فات وفي اللي جاي ان شاء الله. الويكند كان اخباره ايه؟ بالراحه علينا كده، احنا داخلين جامدين المره. مش فايق وبصحصح. قول لي الويكند كان اخباره ايه؟ عملت ايه زي نشاط؟ اللي فات قبل منه كل الويكند مش معقول يا كريم والله العظيم. اقسم بالله ما في نشاط بخمسة جنيه نشاطات بتتعمل، ما فيش حاجه. انت اتحسدت انت كريم حاجة. كان نشيط جدا بس كان من سنه تقريبا في بدايه البرنامج يعني كنت بتروح الجيم بعد النادي على طول. دي كانت ذكرى عطره. انت خلاص بطلت الكلام ده كله. مستقبلي الرياضي اتدمر. مشكله دي على فكره، يعني انا عايز اربط اللي انت بتقوله ده برضو حاجات انا بحب زي ما انا ما انت عارف ناخد كده مقتطفات سريعه يعني من بعض المقالات اللي بتكون موجوده اونلاين. فكره برضو يعني احنا دايما نتكلم ان احنا عايزين نشجع نفسنا على ممارسه رياضه، في ناس بتعمل الخطوه دي وبتنجح فيها، بس في مشكله تانية بقى على الصعيد التاني لما بتبدا وبعدين خلاص توقف فجاه. صحيح. زي الحاله اللي انت بتتكلم فيها وزي كيسز كتيره جدا عند بعض الناس. هنا بقى بيكون في مشكله تانيه، ان انت بتكون خدت انيشيتيف او خدت المبادره ان انا عايز حياتي تبقى سليمه وبتعيش الفتره دي يعني لمده معينه، وبعد كده بترجع تاني لنقطه يمكن الصفر او ما قبل الصفر كمان. دي بقى فيز وحشه جدا، دي فيز وحشه جدا بجد، ونفسيا بتاثر على الشخص اللي هو بيكون خد خطوات ايجابيه وبعدين رجع فيها تاني. كلامك مليون في المية مظبوط. وبعدين الواحد لما يقعد فترة، لما تكوني زي حالتي قضيتي عمر كامل في حياة أبعد ما يمكن عن الرياضة، صح، تمام؟ فجأة خدت قرار. وعلى كبر تاخدي قرار وتقدري تنفذيه. يعني أنا قعدت على يدك، قعدت مثلا شوط بتاع 6 7 عشان أنا كده زعلانة، عشان كده أنت حاربت عشان تاخد المبادرة وتبقى ملتزم، وفعلا كان بعد الهوا بيروح، وناس كتير زي يعني نفس القصة كده. بس فجأة للأسف الواحد يخلص أغسطس إن شاء الله الرطوبة اللي احنا فيها دي تنتهي. أيوة، وعلى الرايق كده واحدة واحدة، وإن شاء الله كله يظبط بعد كده إن شاء الله. خلينا بقى نبدا مع حضراتكم ونشوف كده الاخبار وفقراتنا المختلفه، وعايزين نتكلم عن الدوري لان ناس كتير جدا دلوقتي مهتمه بهذا الملف، طبعا سواء في الداخل او في الخارج، الناس اللي هي عشاق يعني كره القدم من مختلف انحاء العالم. والدوري المصري تحديدا وهنتكلم عنه، هو يعني في سخونه في الفتره الاخيره جدا، يعني يمكن من الدوري اللي ممكن لغايه اخر لحظه مش عارفين الدوري لمين. صحيح. ولكن عندنا ايمان، اكيد كل واحد بيبقى عنده ايمان الفريق بتاعه هو ان شاء الله اللي هيلقب، او احنا بالنسبه لنا كاهلي هنحافظ على اللقب. بس امبارح الاهلي حقق فوز حقيقي نقدر نقول عليه غالي على انبي، يعني لعبا خلينا نقول نتيجه تدرج كمان على طول للتعادل اللي حصل امام الاسماعيلي. والاهلي نقدر نقول ان هو يعني هنعمل ايه يا جماعه، قدرنا ان احنا نبقى دايما المركز الاول وما نقبلش غير كده. نتكلم عن اي بطوله يعني الاهلي علمنا فيها كده، عشان كده الجمهور حتى من حقه ان هو يحلم بكده او يطمح بكده. الحمد لله كان في تصحيح اخطاء كتيره جدا يا كريم شفناها. صحيح. وبنحاول اهو نوصل للهدف بتاعنا يعني، لكن احنا هنرجع نقول احنا كاهلي ما مش بنعلق اخطائنا على اي حاجه، لا هنتكلم بقى هنا على يعني اخطاء تحكيميه، ولا هنتكلم على، ولا هنفتح ملفات، ولا نقول ضغط بيحصل، ولا نقول في مؤامره بتحصل، ولا هنتكلم في الكلام ده اللي غيرنا ممكن يكون بيتكلم عنه، بس احنا عمرنا ما كنا بهذه يعني المدرسه. احنا بنركز في نفسنا، ويمكن ده الكلام اللي موسيماني قاله لما حتى احد الصحفيين يعني في المؤتمر الصحفي اللي تلا المباراه كريم كان بيساله بيقول له طب ورايك ايه في الترتيب بتاع الدوري الحالي، وساله على بعض الانديه المنافسه، قال له انا ما اتكلمش على اي نادي منافس، انا لا يعنيني، انا مركز في ماتشاتي اللي جايه، في حاجات انت مش بتغيرها، انا لازم عشان اغير
غير اركز في نفسي، انا ما بتكلمش على حد، ما بتكلمش غير على الاهلي وهو ده اللي يهمني. واعتقد دي كانت رساله محترمه جدا من موسيماني. وبرده بمناسبه كلامك عن مساله الاخطاء، عايز اقول لحضراتكم ان التفصيله دي مهمه جدا، فكره ان احنا دايما بنواجه نفسنا بالاخطاء ودايما بنشتغل بقدر ما اوتينا من قوه ومن وسع ان احنا نعالج هذه الاخطاء، دي من ضمن اسلحه الاهلي التقليديه والكلاسيكيه في حصده لاي بطوله بشكل عام. دايما بنتكلم ونقول لو في اخطاء تحكيميه بنقول في اخطاء تحكيميه، لو في حد من اللعيبه مثلا اداؤه لاحظنا كلنا ان هو بعافيه حبتين بنقول ان اللعيب الفلاني اداؤه بعافيه حبتين. وفي كل الاحوال دايما بنرجع في نهايه الامر ونقول ما احنا لو كنا عملنا واجتهدنا وفزنا ما كانش بقى ده موقفنا، ما كناش حطينا نفسنا في هذا الموقف المؤسف. عموما الاهلي بشكل عام يستحق من كل اللاعبين ان هم يصححوا موقفهم وان هم يلعبوا كل المباريات المتبقيه ان شاء الله كالعاده بروح الفانيلا الحمراء. احنا ابطال افريقيا اخر نسختين وابطال الدوري وكاس اخر نسخه وبنلعب باسم النادي الاهلي، ورا مننا مش مجرد جماهير، احنا بنتكلم على تقريبا شعب كامل ورا لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني والاداري. عايزين كمان نقول حاجه مهمه جدا، اكيد كل جماهير النادي الاهلي عارفاها كويس جدا بل ومتاكده منها، احنا يا جماعه مش بنلعب على بطوله مثلا بطوله واحده او بطوله وحشانه او لقب عز علينا بقاله سنين طويله وبندور عليه بقالنا فتره، احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بدوري ابطال افريقيا والدوري العام، ونفس الامر بالنسبه لكاس مصر. اي بطوله افريقيه او محليه من غير ما يعني نعمل مجهود كبير اكيد حضراتكم هتركزوا وهتلاقوا ان الاهلي فارق وفارق بكتير جدا. ده وضع النادي الاهلي بشكل عام، نادي ما بيدفنش راسه في التراب عند اللزوم عشان يهرب من اي تحمل المسؤوليه او عشان يهض الطرف او يهض البصر عن اي اخطاء، لا في اي اخطاء بنقف عندها وبنحللها وبنعمل جاهدين على تصحيحها. انا بتفق معاك جدا، وهنرجع تاني لنقطه بقى الجمهور وحق الجمهور اكيد برضو على الصعيد التاني ان هو دايما يكون متعطش للبطولات بطوله ورا بطوله، يمكن ده شفناه على ارض الواقع، بنبقى لسه النهارده بنكسب بكره عايزين نكسب البطوله اللي بعدها، الموسم لسه بيخلص خش على الموسم اللي بعده، وده برضو طلب مشروع جدا. انت لما تبقى بتنتمي ل يعني رقم واحد في مثلا الكره المصريه او حتى الافريقيه، فانت بطبيعه الحال لازم تكون متوقع دايما ان انت تحافظ حتى على هذا اللقب، فشيء يعني اعتقد ان هو مقبول الى حد كبير ومشروع. وامبارح برضو يعني على السوشيال ميديا عايز اقول لك الحمد لله في نوع من الايجابيه حاصله، يعني كنا بنتكلم في الفتره اللي فاتت ان كان في بعض اللوم الشديد او الهجوم او النقد الشديد للفريق، ولكن بجد انت لو دخلت على تويتر تحديدا هتلاقي في فرق كبير جدا. لا الجمهور دلوقتي بيقول لك انا معاك في كل خطوه، انا بشجع الفريق، في بعض الغيابات قد تحصل، في بعض لحد دلوقتي اصابات، يعني محمد شريف مثلا لم يشارك لكن برضو في اداء رائع جدا على الملعب بيتم، فاصبح هناك في نوع من الايجابيه الشديده، اصبح هناك في نوع من الثقه الشديده في الفريق او في الجهاز الفني اكتر من الاول كمان، يعني في فتره زي ما بيتقال عليها فتره مضغوطه، فالفتره اللي احنا فيها دي فتره صعبه وفيها تنافس بشكل كبير وكل يوم السكور بيختلف وكل يوم الترتيب بيختلف، لكن انت عندك ثقه من قبل الجمهور في النادي الاهلي، فده شيء اعتقد كان ايجابي جدا امبارح. انت لو دخلت ناس فرحانه طبعا بالفوز ولكن برضو بيتكلموا ان لسه في امل، لم يحسم بعد، احنا واثقين جدا، احنا ياما مرينا باوحش من كده ولكن يعني الاهلي هو دايما بيفاجئنا وبينصرنا، فالموضوع لسه على الملعب. زي تاني هنتكلم لما موسيماني يتحدث بالامس قال لك انا لسه قدامي ماتشات مهمه، انا مركز في اللي جاي، ماليش دعوه باي حاجه خارجيه تانيه بتتم، هو ده او هي دي المينتاليتي اللي احنا بنتكلم بيها. انت عارفه يا هوندي ساعات كثيره بتبقى المشكله الحقيقيه مش في الانتقاد، مفيش حد في الدنيا كبير على انه ينتقد، بعدين احنا بنتكلم على النادي الاهلي اللي جماهيره وعشاقه بالملايين في كل مكان، والناس دي ليها حق على فكره عند كل اللعيبه، وبالمناسبه اكيد الجهاز الفني والاداري وكل لاعب من اللاعبين وكل المنتسبين للنادي الاهلي حاطين دايما نص بعيونهم رضا الجماهير عنهم، ففكرة ان حد من الجماهير او مجموعة من الجماهير عندها انتقاد ما لشيء ما حقهم، بس هي الفكرة في ايه؟ الصيغة اللي بتقولي بيها الانتقاد، انت ممكن تنتقدي نقد بناء بالمعنى الحرفي، يساعد على ان انت ايه لو في غلطات تتصلح، لو في تراجع يعني نعدله يعني فاهم، لكن في طريقة نقد تحس ان ما ينتقش عنها ابدا غير هدم بس وخراب.
فدي الحاجه اللي تزعل. ولكن كالعاده احنا متاكدين ان نفس الامر اكيد هيكرر مع جماهير النادي الاهلي في كل الاماكن، ان هم هيكملوا مع النادي الاهلي بنفس القوه ونفس الحماس في تشجيعهم لفريقهم، وان شاء الله مع نهايه الموسم نكون احنا المتصدرين. هنعمل اللي علينا في بطوله الدوري حتى اخر لحظات هذه النسخه من الدوري، وهنعمل نفس الامر في بطوله الكاس، وطبعا هندخل على طول ان شاء الله في منافسات دوري ابطال افريقيا. وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، احنا تركيزنا منصب على مبارياتنا فقط لا غير، يعني التركيز ثم التركيز ثم التركيز. تعالوا نشوف مع حضراتكم جانب من لقاء كابتن سيد عبد الحفيظ، نسمع قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. ولا فيها كل حاجه، يعني انت بتتكلم في 360 دقيقه اللي باقيه من عمر المسابقه، يعني وارد فيها كل شيء ممكن، المهم ان انت تمشي في طريقك وتمشي في سكتك يعني، وهي دي الكوره، لازم تبص في الحته اللي تخصك بس. يعني كل يعني كل الفرق فرق محترمه، وكل الفرق بتدافع عن اسمها ومكانتها وتاريخها، وده وضع طبيعي جدا جدا في التعامل، يعني لا بنزعل من حد ولا بنزعل حد في الموضوع ده. يعني دور الجمهور مهم جدا يا كابتن سيد الحقيقه، الفتره اللي فاتت عهدنا على الجمهور معروف، لكن الفتره اللي جايه الحقيقه مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، لابد يكون في دعم كبير جدا للمرحله، لان في امل كبير حتى اخر دقيقه في بطوله الدوري العام، في امل لفريق النادي. انت لسه بقول لك فاضل اربع مباريات فيها كتير جدا جدا من المفاجات، يمكن يعني لو في حد ممكن تتكلم معه هو نفسك، يعني ان انت في فترات كتيره جدا فقدنا فيها نقاط ما كانش ينفع ان احنا نفقدها خالص السنه دي يعني، لكن هي دي كوره، يعني زي ما بتغيب ممكن ترجع لك يعني، فوضع طبيعي جدا ان انت تتعامل، المهم انت يعني تمشي في الطريق بتاعك. يعني هنمشي في الطريق ده، هنكملهم باذن الله تعالى، وان شاء الله الرحمن ممكن المباريات المتلاحقه والقريبه من بعض دي تبقى فيها حاجات كتيره، يعني المهم ان انت يعني تكمل في طريقك انت. يعني الدوافع موجوده كابتن سيد بالتاكيد، لكن مردود الجلسه مع كابتن محمود الخطيب وصلت للعيبه ازاي مع فريق النادي الاهلي؟ يعني زي ما انا قلت، يعني في الاول والاخر مباريات متلاحقه جدا جدا، ويعني ورا بعض بشكل كبير قوي، احنا خدنا الكثافه الاعلى في كل حاجه، في وانا يمكن قلنا ونبهنا في شهر رمضان احنا فقدنا 10 نقاط في شهر 10 كامله من سموحه والزمالك والمحله والجونه لو تفتكر، لعبنا في عدد مباراه في عدد ايام ما فيش فرقه في العالم لعبتها خالص يعني، وبنكمل برضو لحد دلوقتي بنفس النهج، يعني مش وقته الكلام ده خالص يعني، لكن في النهايه يعني بقوا مع ذلك ما بديش مبرر لو في اي حاجه في الاول والاخر بقى بتلوم نفسك يعني، لكن انا مصمم ان ممكن كره القدم فيها 360 دقيقه زي ما قلت، فيها اربع مباريات بتحمل كتير جدا من المفاجات والافعال يعني. خلينا بس نمشي في طريقنا، عندنا مشوار يوم الثلاث مع طلائع الجيش، ثم المصري، ثم الجونه، وبعد كده هنختم باسوان يعني. طيب خلينا نروح بقى دلوقتي لتصنيف الانديه الافريقيه، لان الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف كشف عن التصنيف الرسمي للانديه الافريقيه، ده بعد احتساب نتائج اخر خمس سنوات. هنا بنتكلم في نهائيات المسابقات، مسابقات دوري ابطال افريقيا وكاس كمان الكونفدراليه. خليني بقى اقول لحضراتكم كده، حل النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 78 نقطه، احتل الترجي التونسي المركز الثاني برصيد 65 نقطه، الوداد المغربي في المركز الثالث برصيد 63 نقطه، الرجاء المغربي في المركز الرابع 54 نقطه، الزمالك في المركز الخامس 47 نقطه، والاهلي كان توج بلقب دوري ابطال افريقيا في نسخته الاخيره للمره العاشره في تاريخه والثانيه على التوالي، زي ما كلنا اكيد عارفين ده كان على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي. توج ايضا الرجاء المغربي بلقب الكونفدراليه بعد تغلبه على شبيبه القبائل الجزائري، وبتاتي اهميه التصنيف هنا بقى في اعفاء بعض الفرق من التواجد في الادوار التمهيديه ومنها الاهلي والزمالك، وهو نفس التصنيف اللي بيحتسب لقب نادي القرن بناء على اساسه. فمبروك، حاجه اكيد محترمه برضو، ويعني هنقول ايه؟ طب هنقول ايه والله يا كريم؟ طبعا في اخر خمس سنوات النادي الاهلي حقق لقبين، وسان داونز حقق لقب، والترجي التونسي حقق لقبين، وبيتواجد ايضا في التصنيف الانديه المشاركه في بطوله الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. الاهلي تصدر تصنيف الاتحاد الافريقي كونه وصل لنهائي افريقيا اربع مرات في اخر خمس سنوات. طبعا زي ما حضراتكم اكيد يعني فاكرين، خسر مرتين ونجح في التتويج باللقب مرتين على حساب كل من نادي الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي، وبيجري احتساب النقاط كما اوضح كاف في بيانه الرسمي على النحو التالي: الفايز بالبطولة 6 نقاط، الوصيف 5 نقاط، نصف النهائي 4 نقاط، الدور ربع النهائي 3 نقاط، الثالث من المجموعة نقطتين، والرابع من المجموعة نقطة واحدة فقط لا غير.
طيب خلينا بقى نروح لملف تاني يا كريم، وخبر حلو عايزين نقول فيه مبروك للاعيبه الجميله جيانا فاروق صاحبه برونزيه الكاراتيه بدوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020، لان امبارح كان عقد قرانها اللي كان متاجل بسبب انشغالها بالمشاركه زي ما كلنا تابعنا في اولمبياد طوكيو، ويعني كانت دايما قاعده تقول لخطيبها ادعي بس عشان نكتب الكتاب واحنا مبسوطين ويبقى فيه ميداليه، والحمد لله دلوقتي احنا بنتكلم من يعني ربنا جبر بخاطرنا بقى كلنا، وكمان كان وزير الشباب والرياضه موجود وشهد على عقد القران كان بالامس زي ما حضراتكم شايفين هذه اللقطات يعني. فبنقول مبروك لجيانا، ومره ثانيه انت مش بس شرفتي الاهلي، لا انت شرفتي مصر كلها، فيعني مزيد بقى عايزين جيانات كتير ان شاء الله. طيب كده يعني زي ما حضراتكم شفتوا الطقس ودرجات الحرارة، ويمكن لسه ما عندناش يعني تغيير باين قوي أو ملحوظ في درجات الحرارة، ما زالت هناك في ارتفاع، ولكن عايز أقول لك يعني بجد الساحل الشمالي كان رائع، الجو هناك حلو جدا، اسكندرية برضو الجو فيها حلو جدا. ف كانش فيه رطوبة عالية؟ بص ما لا ما كانش فيه رطوبه بجد يعني كويس. ما حسيتش ابدا كان فيه رطوبه، بس اللي لفت انتباهي بقى كان فيه اجانب كتيره جدا، وده شيء حلو الساحل. في الساحل الشمالي كان فيه اجانب كتيره جدا، فاحنا بنتكلم ان المنطقه دي بجد اصبحت يعني حتى بعد فكره هنا العالمين الجديده، لا انت بتتكلم على بجد يعني ارض عالميه على ارض مصريه، هذا المشروع الرائع. وفي نفس الوقت بجد انت لما تمشي دلوقتي انا ما اعرفش انت روح اكيد رحت الساحل، الساحل دلوقتي ما بقاش زي زمان خالص، تحس انك ماشي في تجمع يعني كم البنيان وحاجه بجد حلوه جدا، والكومباوندز وغيره وغيره، بجد الابراج بتاعت العالمين يعني مشهد حلو. وفي نفس الوقت لما تيجي تشوف بعد كده ان انت ممكن تبقى ضمن يعني الوجهات السياحيه اللي ممكن تتحط عالميا في التصنيفات الاولى، ده شيء على فكره فار جدا او يعني عادل جدا ان هو يبقى موجود. فانا انبسطت جدا من المشهد ده، ما كنتش متخيله ان في اجانب بهذا الكم ومتوزعين، يعني ما كنتش مثلا بشوفهم في مكان واحد، لا كنت بروح كذا مكان وصبح وبالليل، لا اجانب كتيره، فدي كانت حاجه حلوه قوي. فاحنا يعني شيء حلو يعني مبشر خلينا نقول. طبعا لا، والحلو كمان ان يعني عاده الساحل الشمالي مش من الديستنيشنز المعهوده، كانت زمان ان احنا بنتكلم في دلوقتي، لا انا بكلمك ده وزمان، ما كانش زمان مفيش يعني زي شرم الشيخ والغردقه ودهب ونويبع، لكن فكره ان هم موجودين دي فكره لطيفه، فكره ان السياحه في تغيير يعني. في تغيير على الارض بيتم، فبالتوفيق يا رب ان شاء الله الملف ده في غايه الاهميه باذن الله يتطور كمان الفتره اللي جايه، لان احنا عندنا الامكانيات لده اوريدي على الارض كمان في تغيير. خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي، شفنا مع حضراتكم شطات هوائيه للنادي الاهلي من الخارج، تعالوا بقى ندخل جوه النادي الاهلي ونتعرف على كل التفاصيل المتعلقه بفرق النادي الاهلي المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الفل عليكي، هاتي ما عندك من اخبار، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من برنامج 10 الصبح في الاهلي، وبالفعل هكون دلوقتي معاكم في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي في جميع فروعه. بس خليني قبل ما اتكلم عن اخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، خليني اقول لكل اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه انه خلاص يعني تدريبات فرع او يعني أكاديمية كرة القدم النسائية بفرع مدينة نصر، خلاص التدريبات بدأت امبارح في مدينة نصر. يمكن كان امبارح التدريب بحضور الكابتن عبد المنعم شطة مدير الأكاديمية والكابتن أحمد عبد الباقي مدير فرع الأكاديمية بمدينة نصر. يمكن امبارح كمان الأكاديمية كانت أو التدريب كان عبارة عن يعني فقرة للياقة البدنية وفقرة فنية للتدريب، كمان كان في يعني إقبال كبير جدا من اللاعبات أو البنات يعني الموهوبات من مواليد 2016، كان في اقبال كبير جدا منهم على التدريبات، ولكن يعني النادي الاهلي بس ما اكتفاش يعني بالعدد اللي كان موجود امبارح، ان شاء الله الفتره القادمه هيكون في المزيد من الاختبارات عشان يكون في عدد اكبر من اللاعبات الموهوبات داخل الاكاديميه، اكاديميه طبعا كره القدم النسائيه بالنادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، وخلاص يعني طبعا بعد مباراه امبي امبارح واللي اقيمت على استاد الاهلي والسلام وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، سجل هدفين والتر بوليا ومحمد مجدي قفشه. يمكن قرر مستر بيتسو موسيماني بعد المباراه مباشره انه لاعبي النادي الاهلي يكونوا في راحه سلبيه من التدريبات النهارده،
وان شاء الله هيعودوا للتدريبات بكره. التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله يوم الثلاث واللي هتكون امام طلائع الجيش، وهتقام ان شاء الله يعني على استاد الجيش بالسويس في تمام الساعه 9 مساء طبعا. والمباراه دي هتكون في الجوله 31 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان خليني اقول لك يا كريم واكيد اقول لك يا نهاوند انه نجم النادي الاهلي عمرو السوليه هيغيب عند المباراه مباراه يعني طلائع الجيش يوم الثلاث بسبب حصول على الانذار الثالث في مباراه ام بي امبارح، فخلاص يعني هيغيب بشكل رسمي عن مباراه طلائع الجيش يوم الثلاث. ده بالنسبه لاخبار الفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لاخبار جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي باخبار الفريق الاول لكره اليد رجال تحت قياده الكابتن طارق محروس. يمكن خليني اقول لك يا كريم ان الكابتن طارق محروس والجهاز الفني يعني كل تركيزهم الفتره الماضيه على ان هم ازاي يجهزوا لاعبي النادي الاهلي بشكل مناسب طبعا يليق باسم النادي الاهلي قبل المشاركه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي ان شاء الله هتقام في المغرب يوم 24 من الشهر الجاري. يمكن كابتن طارق محروس يعني خلى لاعبي النادي الاهلي يخوضوا بعض التجارب وديه الفتره الماضيه، كان في مباراه يعني امام الزهور وهليوبلس ومباراتين امام الطيران وقدروا لاعبي النادي الاهلي يحققوا فيهم الفوز في الاربع مباريات. كمان امبارح يعني الجهاز الفني واللاعبين سافروا لمدينه الاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق ويخوضوا بعض ايضا التجارب الوديه هناك في الاسكندريه. النهارده ان شاء الله يعني عندهم مباراه وديه مع سموحه، وبكره عندهم مع نادي الاولمبي، وبعد بكره عندهم مع اصحاب الجياد، وبعد يعني ما يعودوا من الاسكندريه هيتمرنوا يوم الاربعاء والخميس، ويوم الجمعه ان شاء الله هيكون اجازه، والسبت هيسافروا للمغرب عشان يعني طبعا يكونوا متواجدين هناك قبل بدايه البطوله، واللي ان شاء الله يعني بطوله كاس الكؤوس الافريقيه هتبتدي يوم 24 من الشهر الجاري. كمان كابتن رؤوف عبد القادر يعني خليني طبعا اقول لك يا كريم واقول لنهاوندو جميع جماهير النادي الاهلي انه كابتن رؤوف عبد القادر امبارح اعلن عن وصول المدرب الاسباني جوستي بوش طبعا المدير الفني الجديد لفريق الاول لكره السله الرجال. وصل امبارح القاهره والنهارده ان شاء الله يعني هيكون متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره لتوقيع يعني العقود لتولي منصب المدير الفني الجديد لفريق كره السله رجال. والنهارده يعني بعد التدريب او عفوا بعد التوقيع ان شاء الله المدرب الجديد يعني هيكون في اجتماع مع الجهاز المعاون عشان يحطوا خلاص بقى خطه العمل والبرنامج الاعداد لكل لاعبي النادي الاهلي للاستعداد للموسم الجديد واللي ان شاء الله يعني تقريبا هيبتدي في شهر نوفمبر القادم. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، النهارده الفريق الاول لكره الطايره رجال هيتمرنوا الساعه 4 وسيدات اليد هيتمرنوا الساعه 6، الاثنين هيتمرنوا يعني على نفس الصاله صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره استعدادا للموسم الجديد. يمكن دي طبعا يا نهاوندو يا كريم كانت كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي في جميع فروعه، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليك طبعا يا كريم تفضل. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطيه المميزه، شكرا جزيلا. من اخبار النادي الاهلي خلينا نروح دلوقتي نعرف على الساحه الرياضيه الوضع عامل ازاي، لان في احداث كتيره جدا متعلقه بالرياضه سواء المحليه او طبعا العالميه. خلينا نروح لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من جريده اليوم السابع ونعرف منها ايه اخر المستجدات. هنا بنصبح عليكي انا وكريم، اكيد صباح الفل كل جمهور دلوقتي 10 الصبح في الاهلي بيتابعك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما من مقر جريدة اليوم السابع هناخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. والبداية من اليوم السابع، اللجنة الأولمبية تقرر وقف انتخابات الاتحادات الرياضية في إطار دائم طبعا من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب وإزكاء روح المنافسة وتوسيع دائرة المشاركة في انتخابات الاتحادات الرياضية. قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف انعقاد كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وطبعا بناء على ذلك تم إقرار جدول زمني لبدء وسريان إجراءات جديدة لانتخابات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية. هتبدأ طبعا من يوم السبت الموافق ل 28/8/2021، هيتم فتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وهيستمر لمدة أسبوع على أن تسير بقية الإجراءات قدما. يعني طبعا الحقيقه ان اللجنه الاولمبيه المصريه دائما بتؤكد حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزاره الشباب والرياضه وكافه الجهات الوطنيه المعنيه.
ومن جريدة الشروق سان جيرمان يضرب بقوة وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي. طبعا انفرد فريق باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه المثير الحقيقة على ضيف ستراسبورغ بنتيجة 4-2 أمس السبت في المرحلة الثانية. ومن جانب آخر طبعا لقى فريق نيس مضيف هلال حامل اللقب درسا قاسيا وقدر يفوز بأربع أهداف دون رد. يعني لو هنتكلم أكتر عن مباراة باريس سان جيرمان على استاد حديقة الأمراء، حقق الفريق فوزه الثاني على التوالي في غياب طبعا الوافد المنتظر الحقيقي الأرجنتيني الجديد ليونيل ميسي وأيضا غياب زميله البرازيلي نيمار. وطبعا بهذا الفوز قدر يرفع باريس سان جيرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 6 نقاط، في حين أنه ظل ستراسبورغ في قاع الترتيب بدون نقاط. وعلى صعيد آخر رفع نيس رصيده إلى 4 نقاط وتوقف رصيد لال عند نقطة واحدة. ومن الجمهورية أونلاين، وسط أزمات اقتصادية ضخمة، ما هي أغلى 10 أندية أوروبية من حيث القيمة التسويقية للاعبيها؟ طبعا بتبدأ منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا خلال هذا الأسبوع، ووسط آمال الجماهير الحقيقة بمتابعة موسم كروي ممتع، ربما يشهد هذا الموسم الانتقالات الصيفية الموسم الحالي عديد من الصفقات القياسية من حيث القيمة. يعني طبعا الحقيقة أنه رصد موقع سكاي نيوز عربية أغلى 10 أندية في أوروبا من حيث القيمة التسويقية للاعبين تلك الفرق. بيحتل المركز الأول مانشستر سيتي الإنجليزي وبتبلغ قيمة لاعبي 1 مليار جنيه استرليني، يعني تقريبا 1 مليار جنيه استرليني. وبعد ذلك بيأتي في المركز الثاني بطل أوروبا تشيلسي وتبلغ قيمة التسويقية للاعبي 998 مليون جنيه استرليني. في المركز الثالث بيأتي باريس سان جيرمان بقيمة تسويقية 993 مليون جنيه استرليني. في المركز الرابع ليفربول بقيمة تسويقية تبلغ 905 مليون جنيه استرليني. أما في المركز الخامس بيأتي مانشستر يونايتد بقيمة تسويقية تبلغ 900 مليون جنيه استرليني. يليه في المركز السادس ريال مدريد بقيمة تبلغ 848 مليون جنيه استرليني. بعد ذلك في المركز السابع العملاق البافاري طبعا بايرن ميونخ بقيمة تبلغ 820 مليون جنيه استرليني. في المركز الثامن يأتي نادي برشلونة بقيمة تبلغ 763 مليون جنيه استرليني. في المركز التاسع يأتي بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد قيمة 730 مليون جنيه استرليني. وفي المركز العاشر والأخير يأتي توتنهام بقيمة تسويقية 704 مليون جنيه استرليني. وأخيرا من روسيا اليوم، أوساكا تتعهد بالتبرع بجائزتها المالية بعد زلزال هاتي. طبعا تعهدت لاعبة التنس نعومي أوساكا لاعبة التنس زي ما قلت بالتبرع بجائزتها المالية من مشاركتها في بطولة التنس هذا الأسبوع. طبعا ده لدعم جهود الإغاثة بعد الزلزال اللي هز مدينة هايتي. الحقيقة اللاعبة حاصلة على 4 ألقاب في بطولات الأربع الكبرى، وأعلنت ذلك في أعقاب زلزال هز هايتي، وهي الدولة طبعا الوقع في المنطقة التي يأتي منها والدها وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 304 أشخاص. يعني طبعا خبر مؤسف جدا، لكن حقيقة هي كانت لفتة طيبة جدا وإنسانية من اللاعبة نعومي أوساكا. يعني دي كانت أبرز أخبارنا. خلوني كمان قبل ما أختم فقرة أخبار الصحف الرياضية أفكر جميع مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري، والإنتاج الحربي هيواجه مصر المقصة في تمام 7 مساء. يعني دي كانت أبرز وأهم أخبار داخل من الصحف الرياضية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. العودة لكم مرة أخرى يا نهواندو يا كريم. شكرا لك يا هنا على هذه التغطية الإخبارية، يعني جبت لنا آخر الأخبار المهمة أعتقد على الساحة. مشكورك جدا أنت وسالة. وأعتقد برضو من الحاجات المهمة جدا على الساحة الدوري الإنجليزي وبكلمة البريميوم ليج وهدف محمد صلاح مبارح والأسيست الاثنين اللي عملوا الأكثر من رائع حقيقي، اللي ما فيش صحافة يعني أو جريدة إنجليزية تحديدا لو هنتكلم عن الصحف الإنجليزية لم تتحدث عن محمد صلاح بالأمس. كانت عناوين كتيرة جدا يا كريم، واللي
الكلمي يقول لك صلاح يصنع التاريخ، واللي يقول لك صلاح يصنع التاريخ للمرة الخامسة على التوالي. يعني كان امبارح في فخر كبير جدا، واعتقد مش بس الصحافة الانجليزية، الصحف ايضا المحلية والعربية ويمكن العالمية تحدثت عن محمد صلاح والتألق اللي كان امبارح بصراحة بيشهده. خليني اقول لحضراتكم يعني سريعا كده ما قيل ده ان اديشن زي ما بيتقال، او بالاضافة للتغريدة اللي عملت يعني جدل كبير جدا امبارح برضو على السوشيال ميديا من الوكيل بتاع محمد صلاح، اللي تحدث فيها كده تحديدا وقال بعد الجول اللي احرزه محمد صلاح امبارح، هو قال لك ايه بقى رامي عباس طبعا وكيل محمد صلاح، قال I hope they are watching. يعني بص جملة أو من أربع كلمات بس أثارت جدل كبير جدا جدا. ده ياخدنا لمثلا الميل أونلاين، جريدة تحدثت كده العنوان فيها كان محمد صلاح's agent post cryptic I hope they are watching tweet as the Liverpool star scores and assessed against Norwich. هما بيتكلموا إن يعني التويتة بتاعت رامي عباس الايجنت بتاع محمد صلاح كان فيها تويتة مشفرة، إلى حد ما كانت مشفرة لما بيتكلم I hope they are watching، وكانت التفسير بتاعها كريم تقالك هي رسالة موجهة لإدارة الريدز اللي لم يعني تجدد عقد دلوقتي محمد صلاح حتى الآن، رغم القيام بتجديد على فكرة عقود لاعبين كتير جدا في الفترة الأخيرة. فده التفسير اللي البعض فهمه أو فسره من قبل التويتة بتاعت رامي عباس، وأعتقد برضو مشروع محبي محمد صلاح إن هم يعني يضم صوتهم لصوت رامي عباس. بس كان امبارح يعني بجد حاجة تدعو للفخر حقيقة لما تشوف رايت كتيرة جدا العناوين بتاعتها تتكلم قد ايه محمد صلاح ده صانع للتاريخ حقيقي، فيعني شيء كان مشرف. خليني اقول لحضراتكم كده برضو بالارقام، محمد صلاح مفروض ان هو افتتح اهدافه في الدوري الجديد بعد ما سجل يعني تسجيل صاروخا في شباك زي ما بتقال لنورويتش سيتي عند الدقيقة تحديدا 73. ماتش كان جميل جدا، بداية موفقة جدا، ولكن خلينا نقول برضو الترتيب لحضراتكم، ترتيب الدوري الانجليزي الحالي. احنا بنتكلم الاول مان يونايتد وتشيلسي وبعد كده ليفربول، دول الاول ثلاثة. فبالتوفيق صلاح، بس حاجة مشرفة للسنة الخامسة او الموسم الخامس على التوالي ده يحصل، يمكن يعني نادرا ما شفنا حاجة زي كده، فاعتقد ده شيء مشرف. ما هو نادرا ليه؟ لان احنا بنتكلم على شخصية رياضية استثنائية وايقونة من ايقونات كرة القدم بالمعنى الحرفي للكلمة. احنا بنتكلم على محبوب العرب وفخرهم، نموذج مشرف ومضيء للشاب المصري المجتهد الموهوب اللي بيشتغل على نفسه، واللي لما بيتحط في الظروف والملابسات الملائمة والمناسبة بتتفجر طاقاته، وبعدين ايه بيبهر العالم بالمعنى الحرفي. احنا مش كل يوم والتاني بيكون عندنا شخصية عربية بشكل عام مش بس مصرية تكون هي محور رئيسي لحديث او احاديث العالم كله رياضيا وفي عالم كرة القدم بصفة خاصة، طبعا شيء مشرف. اتكلمنا عن محمد صلاح، لازم نتكلم بقى عن زميلنا فاروق صلاح، ولا انت شايف ايه؟ زميلنا فاروق صلاح هيكون ليه لقاء دلوقتي حالا مع كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وحديث عن زيارة بنجادة لمقر النادي الاهلي بالجزيرة. فاروق صباح الفل عليك، اتفضل احنا سامعينك. مدينة نصر عفوا. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وصباح الفل على كل مشاهدينا ومشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا في أرض المستقبل ومستقبل النادي الأهلي وبكرة بتاع النادي الأهلي وهو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ويعني زيارة هامة جدا لمستر فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري برفقة الكابتن محمد وهبة مساعد المدير الفني للاتحاد المصري. زيارة هامة جدا انه يكون موجود ويزور النادي الأهلي ويتفقد ويثني على الكثير من الأمور الموجودة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي. أعتقد زيارة لها أبعاد كتير، لكن هيقدر يحطنا في الصورة أكتر. الحارس الأمين، أنا بعتبره الحارس الأمين على مستقبل النادي الأهلي، هو الكابتن خالد علي محمد الأمين، كابتن خالد بيبو. كابتن خالد ده برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبقول إحنا هنا في المستقبل في بكرة بتاع النادي الأهلي. كابتن خالد بيبو، خليني اقول لك ثقه كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط في وجود الكابتن خالد بيبو على راس منظومه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اهلا بيك يا فاروق، وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده على الهواء، وسعيد بالزياره طبعا كانت محترمه جدا. قبل طبعا ما اخش في الزياره المهمه جدا، انا شايف ان هي مهمه، كنا محتاجين ان احنا نتكلم نقول اللي جوانا للناس المسؤولين عن الاتحاد المصري دلوقتي، مصر فنجادة وكابتن محمد وهبة، نقول لهم كل الحاجات اللي احنا عايزينها، كل المشاكل اللي قابلناها السنة اللي فاتت، وكل اللي احنا محتاجينه
السنه دي. يعني برضو مش عايز انسى اشكر طبعا الدكتور محمود سعد ان هو قام بدور كبير جدا في الفتره اللي فاتت وكان معانا على تواصل في الفتره اللي كان موجود فيها، واحنا هي الدنيا كده، احنا كلنا بنتواصل مع بعض. برضو بشكر الاتحاد طبعا ان هو فكر يجيب لنا مستر فنجاده، مدرب محترم وانا شخصيا لعبت قصاده فعارف تفكيره، صديقي بقى كابتن محمد وهبه، يعني حاجه سعيد جدا ان هو موجود في المكان ده لانه هيساعدنا كتير قوي وهيساعد قطاع الكوره كله ان هو يشتغل بشكل كويس. فزياره كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، اتكلمنا في تفاصيل كتير قوي وشافوا المكان وشافوا تجهيزاته وطبعا يعني انا هسيبكم هم طبعا هم يقولوا لكم انطباعهم ايه عن الزياره، انما كان يهمنا جدا ان احنا الناس تيجي تشوف على ارض الواقع احنا شغالين ازاي، السيستم اللي احنا شغالين بيه، تجهيزاتنا، استعداداتنا للموسم الجديد. وطبعا طالبين منهم حاجات كتيره جدا فنتمنى ان هم يحققوها عشان نقدر ان احنا نعمل موسم بشكل كويس. كابتن خالد، في نقطة مهمة جدا او اعتقد هي يعني امر لقى استحسان مستر فنجادة، وهي وجود وحدة خاصة بالقياسات البدنية للاعبي النادي الاهلي، والامر ده بيتم قياسات بدنية للاعبين قبل الانطلاق المسابقة وبعد انطلاق المسابقة، ودي من الامور اللي مش موجودة في اندية كتير. جزء كبير جدا يعني بيقع لمجلس ادارة النادي الاهلي ان هو لبى طلبات الكابتن خالد بيبو في وجود هذه الوحدة. بص عشان نبقى متفقين، يعني لا يمكن اي حد ينجح في النادي طول لو مش مجلس اداره مساند ومساعد ومركز. يعني انا اول امبارح كابتن خطيب كان هنا موجود الساعه 5 وربع الصبح هنا في الملعب، في يعني جه في ميعاد التجمع بتاع اللعيبه والمدربين، فهو يعني مش عايز اقول لك يعني الزياره دي عامل ازاي في مع الولاد ومع المدربين وازاي ان هو حاسس بيهم ومش بيقول لهم انتوا بس اللي بتصحوا بدري. يعني طبعا في ناس كتير بتقول لك ايه ده بتصحوا الساعه 5 الصبح والتمرين الساعه 6، فالكلام ده بيبقى جديد على ناس كتير قوي بتستغربوا لما حتى بيقول لك التمرين امتى. انما كابتن خطيب قال لهم انا معاكم، يعني انا معاكم واتكلم معاهم وتصور معاهم. مش عايز اقول لك حطت نفسيه الاولاد وبدايه موسم رائعه للاولاد، قال لهم شكرهم طبعا الموسم اللي فات وقال لهم مستنيين موسم احسن. وفكره بقى ان الاولاد بيشوفوا كابتن محمود خطيب في التمرين كانت مولعه. مش عايز اقول لك يعني الاصابات هو كابتن نفسه يعني قال لي لا انا همشي، لان حس ان الاولاد كانوا يعني رتم التمرين عالي شايفين كابتن محمود خطيب في الملعب. فطبعا يعني هو حلم بالنسبه لينا كلنا يعني هو موجود في الملعب، فطبعا كانت تمرينه جيده جدا. فبقول لك ما فيش نجاح الا ان انت بتفكر، وفي الاخر الموضوع بيروح للاداره، هي بتاخد قرار في الاخر. انما متلم انا ما فيش حاجه انت بتفكر فيها او حاجه ان انت عايز تحلم تعملها الا لما الاقي المسانده والمساعده. يعني احنا طلبنا اجهزه غاليه، كان في موافقه على طول. يعني انا بص عايز اقول مجلس كل مجلس اداره هتلاقي حاجه خاصه بقطاع الناشئين. بصراحه هم الناس مديني مساحه ان انا اتحرك، وانا على اساس المساحه دي بتحرك في امانه. ان انا انت قلت لي حارس امين على يعني ده حاجه كبيره جدا ومسؤوليه كبيره جدا، بس انا بحاول ان انا ابذل كل مجهود، كل اللي انا اتعلمته في حياتي من كل المدربين وكل كل الناس اللي اشتغلت معاهم. يعني كابتن صالح سليم طبعا يعني كان ليا فتره معاه كانت كويسه، كابتن صالح، كابتن طارق، كابتن عبد الصادق، كابتن ثابت، يعني مش عايز اقول الاسماء. طبعا المدرسه بقى اللي انا بتعلم فيها دلوقتي كابتن محمود الخطيب، فمدرسه يعني في مدرسه انا شغال عليها. فالحمد لله يعني الحاجات دي كلها انا بحاول ان انا ننقلها في قطاع. احنا بنحاول نشوف ايه التطور اللي بيحصل في العالم واحنا شغالين عليه. القياسات دي احنا بادئين على فكره، انت بتقول من بدايه الموسم، لا احنا شغالين من نهايه الموسم. يعني كل الولاد قبل ما يطلعوا الاجازه خدوا القياسات بتاعتهم وشفنا هم وصلوا لايه، ورجعنا بعد الاجازه ابتدينا نشتغل على جديد. يعني شفنا فتره الراحه بتاعتهم كانت عامله ازاي، الوزن زاد، القياسات بتاعته، واشتغلنا بعد كده شغالين على طول ديلي على الموضوع المقاسات. مستر فنجادة انبهر من وجود هذه الاجهزه او الوحده دي بالتحديد جوه النادي الاهلي. والله انا بقول له يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده كرر الزياره دي بعد فتره هتشوف حاجه تانية خالص اللي انت غير اللي انت شفت. طبعا احنا زي ما بقول لك احنا معانا طبعا مايكل يعني شغال على طول، هو بيطلب حاجات على طول وانا بطلب على طول، فعشان كده انا على طول مع مجلس الاداره وطبعا لجنه التخطيط في البدايه كابتن محسن وكابتن زكريا. مش عايز اقول لك انا عايز اشكرهم طبعا، والناس بيساعدوني بكل قوه،
كابتن محمود خطيب. طب مش عايز اقول لك يعني، انا بقول لك كان في التمرين الساعه 5 الصبح يعني. يعني انا يعني بشكره طبعا من خلالكم على ان هو بيلبي لنا كل اللي احنا محتاجينه. يعني السنه دي هتشوفوا حاجات في القطاع كده، ما بقول لك بعد 3 4 شهور ان شاء الله هتلاقوا الدنيا كلها اتغيرت. يعني طبعا موضوع القياسات ده مهم جدا، اللعيب يتحول لرقم. ما تقدرش دلوقتي ان انت تشتغل على الصدفه. الصدفه دي خلاص في عالم كره القدم الموضوع يعني خلاص بقى، لا اللعيب بقى رقم دلوقتي، لازم ارقامه كلها مترتبه ومتظبطه، بتشوف هو راح فين. انت بتعرف دلوقتي لعيب بعد 4-5 سنين بيروح فين. الموهبه مع شويه القياسات الحاجات دي كلها بتعرف هو جاي معاك ولا لا، خلاص هو وقف على عند النقطه دي. فاحنا بنحاول الارقام دي ان شاء الله لحاجه تبقى موجوده في النادي، كل الكلام ده النادي يبقى عارف محتاج ايه وبنجهزه من دلوقتي. مستر فنجادة يعني من ضمن الاحاديث الجانبيه بيفكرك بماتش 6-1، واقف يعني يقول لك من اثناء توليه قاده نادي الزمالك وهو في القاده الفنيه كان بيسمع الجماهير بتنادي من 1-6، يعني فكرك بالماتش ده، اعتقد بيرتبط معاك بصداقه مستر فنجادة. لا طبعا هو مدرب محترم ويعني ان شاء الله يبقى اضافه كويسه للكره المصريه، مدرب يعني عمل يعني شغل كويس قوي في مصر. اتمنى بقى انا شخصيا بقى يعني ايه، احاول ان انا انسى كل حاجه فاتت، وعايز بصراحه منه مجهود كبير جدا في الفتره الجايه. احنا محتاجين زي ما بيقولوا نطور المنظومه الناشئين في مصر. يعني انا عشان يعني بقى لي فتره دلوقتي سنتين في الاكاديميه وسنه في القطاع السنه اللي فاتت، شفت حاجات كتير قوي. انا لو سبت لي المايك اقعد اتكلم على حاجات تفاصيل كتير جدا، انا هحاول انقل لهم كل الكلام ده واحاول اوصله لهم، وهم حاولوا ودورهم بقى ان هم يعني يساعدونا ان احنا يبقى في عندنا ناشئين في مصر كويسين. احنا كل المدربين انا طبعا انا كنت قاعد في القعده وهم بيتكلم هو مايكل، بيقول لك ان اللعيب المصري من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، بس بينقصوا شويه حاجات كده، في حاجات عند اللعيبه وفي حاجات عند المسؤولين. فاحنا هنحاول يعني نربط الكلام مع بعض، بدل ما يكون ناقصنا 7-8 نقاط نخليهم 3، يعني مع الوقت نحاول ان احنا يبقى عندنا مجموعه لعيبه مثقفين. اللعيب المثقف ده بيبقى ميزه كويسه جدا، عكس ان انت تبقى لعيب ما بقاش مش فاهم هو بيعمل ايه. لازم اللعيب يبقى فاهم بيعمل ايه وجسمه فاهم هو بيعمل ايه، ما يبقاش الفكره كلها ان هو يعني عايش بالفطره كده. فاحنا قررنا يعني لجنه التخطيط والكابتن خطيب قررنا ان احنا مش هنشتغل على الصدفه، احنا هنشتغل على المعلومه. فاحنا شغالين بقى لنا فتره على المعلومه، وربنا يكرمنا بقى والتوفيق عند ربنا. نشكرك يا كابتن خالد. انا حابب يا كريم نهواند لو حابب توجه اي سؤال للكابتن خالد بيبو، خاصه زي ما قلنا والحارس الامين على مستقبل النادي الاهلي وعنده مواهب كتير جدا ان شاء الله هيكونوا مستقبل للنادي الاهلي. انا بالنسبه لي ما عنديش سؤال، انا عندي تحيات كبيره جدا لكابتن خالد بيبو، واحد من الشخصيات المحترمه جدا 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 والمحبوبه الحقيقه داخل الملاعب وخارج الملاعب، فصبح لنا بس عليه بالنسبه لي تحياتي. لكن نهواند غير التحيات عندها سؤال. صباح الخير عليك طبعا يا فاروق وكابتن بيبو، صباح الفل، واكيد ان شاء الله قريب يجي لنا ينورنا في الاستوديو. انا عارفه دلوقتي بقوا يصحوا بدري جدا، فيعني الوقت هيبقى مناسب بالنسبه له. انا بس عايز اساله في حاجه يعني لحد ما مش مرتبطة قوي، ولكن أكيد هو ممكن يفيدنا بمعلومات. وأكاديمية الأهلي للكرة النسائية اللي كانت امبارح ابتدت أول التدريبات الخاصة بها، لو برضو يطلعنا على تفاصيل عنها فضل. يعني قبل ما أروح للكابتن خالد في بالنقطة دي بالتحديد، أنا عايز أقولك يا نهواند ان النقطه دي بالتحديد ان البدايه كانت عند الكابتن خالد بيبو. يعني هو هيتفاجئ دلوقتي وانا بتكلم في النقطه دي، ان بدايه اكاديميه الكره النسائيه نهواند بتسال على اكاديميه الكره النسائيه. اثناء توليك قياده اكاديميه النادي الاهلي قلت لي حلم من احلامي ان انا عندي حاجتين، اكاديميه الكره النسائيه واكاديميه للنادي الاهلي في افريقيا. نهواند بتسالك على اكاديميه الكره النسائيه. طبعا يعني بشكر الكابتن شطه طبعا ان هو كمل المشوار ده، وهو بصراحه يشكر على ان هو عمل مجهود كبير جدا عشان يبقى في الاكاديميه الكره النسائيه. طبعا يعني وانا كنت موجود كان الموضوع بالنسبه لي كان مهم جدا ان انا يعني ان انا يبقى في عندي كره نسائيه، لان كان عندي ضغط سواء من الاعضاء هنا في مدينه نصر او الشيخ زايد، بالذات المكانين بتوعنا يعني. فكان على طول فين الكره النسائيه، انا كان ساعتها طبعا كان عندي حاجات كتيره قوي، فكانت محطوطه في الخطه. بشكر كابتن شطه طبعا على المجهود الكبير اللي بيعمله، واتمنى له طبعا
طبعا التوفيق في الاكاديميه، احنا كلنا واحد يعني، وكلنا قطاع كره واحد، ودي خطوه مهمه جدا، وان شاء الله ان هي تعمل نجاح كبير. خطوه يعني كان في قلق كبير طبعا منها، انما الحمد لله خلاص الخطوه اتخذت ومشيت، وبقى في اكاديميه بنات في النادي الاهلي. ان شاء الله كمان يبقى في فرقه بعد كده في المستقبل، في فرقه بنات في النادي الاهلي. هو ده التطور الطبيعي يعني، والحمد لله ان هي يعني طبعا هي كل تفاصيل عند الكابتن شطه، انا يعني لسه ما زرتهمش، ان شاء الله هزورهم قريب. فان شاء الله يعني تبقى حاجه كويسه، وانها تنتشر بشكل كبير جدا، لان احنا شايفين دلوقتي اهتمام البنات بالكره بقى مختلف خالص عن زمان. دلوقتي بيشجعوا يعني زيهم زي الولاد بالظبط، بنفس الحماس ونفس القوه. وانا انت تتفرج على كره البنات دلوقتي في كل العالم، لا حاجه يعني لازم تقعد تركز شويه عشان تعرف ان دول بنات يعني. فربنا يكرم ان شاء الله كابتن شطه يعمل حاجه كويسه، وان شاء الله يبقى فيها اعداد كبيره ويبقى فيها مواهب كتيره. شكرا يا كابتن خالد، وبالتوفيق دايما. شكرا ليك، ربنا يخليك. شكرا كريم نهواند، ده كان لقانا مع الكابتن خالد بيبو. وعايز اطمنكم قبل ما نختم بمستقبل النادي الاهلي، عندنا نجوم كتير وعندنا فرق كتير جدا. يعني الكابتن خالد بيبو بيتولى يعني قياده 11 فريق، خمس فرق في البراعم 2013 و12 و11 و10 و9 وست فرق في قطاع المسابقات 2008 و2007 و2006 و2005 و2003 و2001، كلهم مليئين بالنجوم والمواهب. نطمن على مستقبل النادي الاهلي من جديد، تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. خالص الشكر لزميلنا العزيز فاروق صلاح، وتحياتنا الكابتن خالد بيب. وطالما بقى في كلام عن اكاديميه كره القدم النسائيه، بترجعي تلعبي كره زي زمان؟ تخيل، ورجعي كده بالايام زي الايام الخوالي، والمهارات الفرديه ودبل كيك وتخرب الدنيا. والله كنت بلعب كويس جدا بجد والله. انا شفتك وانت بتططقي واشهد لك. يعني مش عارفه يعني، كان عندي خامه كويسه، بس احنا لسه فيها والخامه راحت فين؟ لا خلاص، وهو الاكاديميه موجوده والخامه اهي. لا بس بجد حاجه مشرفه جدا، وشهاده محترمة من كابتن خالد بيبو ان هو يتحدث بهذا الشكل، وفكرة برضو الدعم حتى ولو المعنوي لكرة القدم النسائية. يعني فكرة الأكاديمية، وان امبارح برضو هي بنتكلم ان هي بدأت خلاص او انطلقت بالتدريبات. اول يوم كان امبارح السبت 14/8، وكان طبعا موجود كابتن شريف عبد المنعم وكابتن شطة وايضا كابتن احمد عبد الباقي، يعني مجموعة كبيرة، وكان فيه اهتمام كبير جدا. وأميرة كابتن أميرة يوسف كانت منورانا هنا قبل كده، وتحدثت معانا مدير الأكاديمية، وقالت هي متحمسة جدا وعندها ثقة كبيرة جدا وعليها ضغط في نفس الوقت، لأن هي عايزة تقدم أفضل شيء، لأن في ثقة يعني ناس واثقة فيها وعايزينها أن هي تقدم شكل محترف ومحترم يليق كمان بالنادي الأهلي، ودي نقطة في غاية الاحترام والأهمية. وعايزة أضيف لحضراتكم أن هي برضو امبارح كانت بتتكلم بتقول أنا عندي ناس مواليد 2016، فانت متخيل ان بنات صغيرين مواليد 2016 ان اهاليهم بهذه الثقافه، احنا بنتكلم ثقافه اتغيرت، بيبعتوا بناتهم يلعبوا رياضه ربما لم تكن مالوفه الى حد كبير لسنوات طويله في بعض الدول، وكان يمكن عندنا برضو في مصر، ولكن دلوقتي الفكر اتغير جدا. لما نلاقي المدربين بيتحدثوا بهذا الشكل زي كابتن خالد بيبو، لما نلاقي الاهالي فكرهم اتغير، لما نلاقي في اقبال حتى من الاطفال او الفتيات الصغيرين، والدعم اللي من كبار ورموز كره القدم المصريه، فاعتقد احنا كده ماشيين على خط رائع جدا. وانا اتوقع باذن الله كمان كام سنه احنا هنخش في سكه تانية خالص فيما يختص بكره القدم النسائيه، وربما ننافس بقى يعني. فكل التوفيق ان شاء الله، وباذن الله قريب نروح نعمل تقرير هناك، هتبقى لطيفه جدا القصه دي باذن الرحمن. طيب نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على نوستالجيا النادي الاهلي وفقره زي النهارده. الفقره دي محببه جدا بالنسبه لنا، لان هي بتفكرنا بأيام حلوة وبناس حلوة زي النهاردة يوم 15 أغسطس، ولكن من عام 1970. ده كان يوم ميلاد كابتن عمرو أنور لاعب النادي الأهلي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. طبعا ابتدى هذا اللاعب مشواره الكروي بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، وصعد للفريق الأول سنة 1987، واستمر فيه حتى صيف 1994. طبعا ساهم مع كل زملائه في النادي الأهلي في الفوز بالدوري العام 3 مرات وكأس مصر 4 مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة والكأس الأفرو أسيوية مرة واحدة. بعد ما اعتزل كرة القدم اتجه لمجال التدريب، بدايته كانت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بعدها راح على اتحاد جدة السعودي قبل أن يعود مرة أخرى للعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. بنقوله طبعا عقبال مليون سنة.
برضو معانا تاريخ تاني و15 أغسطس بس عام 1979 ميلاد كابتن محمد جودة لاعب النادي الأهلي السابق، وهو كمان من مواليد مدينة السويس وانتقل للأهلي صيف 98، استمر بالأهلي حتى صيف 2004. وخلال وجوده بالأهلي بقى هو احترف لفترة يمكن قصيرة بنادي أراول السويسري، ده كان 2002، وساهم مع زملائه في فوز الأهلي ببطولة الدوري العام، ده كانت مرتين، وكاس مصر كمان مرتين، ودوري أبطال إفريقيا كانت مرة واحدة وقتها. واحترف في 2004 بنادي كمان أنقرة، يعني احترف عايز أقولك في تركيا، واحترف في سويسرا، وبرضه تنقل ما بين أندية هنا الإسماعيلي والمصري وحرس الحدود، ده قبل بقى ما يختتم مشواره في نادي الإنتاج الحربي اللي كان عام 2013، وانضم على فترات متتابعة كمان لمنتخب مصر، وبعد اعتزاله اتجه للعمل في التدريب. طب احنا مرة تانية برضو كل سنة وحضرتك طيب كابتن جودة، وأسامي برضو عندنا كبيرة في النادي الأهلي طبعا. أكيد طبعا. طيب احنا بقى كده خلاص أنا شايف كده يا دوب احنا كده زي الفل، بركة الله في مرزق، هنطلع فاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية، خليكم معانا. احنا بدأنا من 2019 التخطيط بشكل سستينبل، بشكل مستدام، بخطة علمية واستراتيجية بأساتذة وخبرة. من ضمن تخطيطنا ان احنا ندعم الكيانات، وده اللجنة البارالمبيك ناشت وبعدين رجعت للوزارة على الدعم، كان على المستوى المطلوب، بدليل ان احنا زي ما انت شايفه اهو قدرنا ان احنا نجيب يعني ملابس على اعلى مستوى، الابطال كانوا في المعسكرات، والحمد لله طبعا كان عندنا دعم من وزاره الشباب والرياضه، ودعم طبعا الرعاه اللي هم اعطوهم لنا. طبعا ده كويس ليه بقى؟ لان انت عارفه زي ما انا قلت يمكن ان في عندنا الاتحادات الاولمبيه اللي هي فيها لجان بارالمبيه داخله معانا لاول مره في بطوله المنافسات بتاعه طوكيو، عندك الريشه الطايره وعندك ان شاء الله التايكوندو، واول مره طبعا المكفوفين يشتركوا معانا في المنافسات. ان شاء الله هتبقى الدوره السادسه ليا، وده ما حصلش قبل كده في تاريخ ولا الاولمبي ولا البارالمبي ان حد لاعب يجيب 6 ميداليات بارالمبيه او اولمبيه على التوالي، وان شاء الله باذن الله بحلم ان شاء الله ان انا اتوج بميداليه من الثلاثه ان شاء الله، واكمل بيها مسيرتي الرياضيه باذن الله. وكان سلاح ذو حدين، يعني احنا توقفنا فنزلنا بالكيرف تاني، وبعد كده ابتدانا نطلع تاني والحمد لله يعني. وكان كويس برضو اللي فيه بعض الناس كان عندها اصابات بدات تتعافى منها، اللي ما قدرش يكمل رقمه قدر يكمله، فالحمد لله هو توفيق من ربنا في الاول في الاخر. دي تاني مشاركه ليا في الالعاب البارالمبيه، واحلامي طبعا ان انا يعني افرح الشعب المصري بميداليه، وخاصه يمكن انا اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب تنس طاوله ببقه، فدي يعني بالنسبه لي يعني انجاز ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني واحقق ميداليه ان شاء الله لمصر، افرح بيها الشعب المصري وافرح بيها الناس اللي واقفين في ظهري من اول ما لعبت تنس طاوله، أمثال كابتن سيد لاشين طبعا صقر العرب وأسطورة بتاعتنا كابتن سيد لاشين لاعب نادي الأهلي، فدي حاجة يمكن هتفرحه أكتر مما هتفرحنا احنا، لأن هو فعلا واقف في ظهرنا، يمكن كان موجود معنا في المركز الأولمبي الأسبوع اللي فات، فيعني أنا بتمنى إن ربنا يكرمني فعلا وأحقق حاجة أفرح بيها الناس اللي واقفة في ظهري. أنا هقول لكم حاجة بسيطة خالص، أنا عايز أقول لكم إن احنا كلنا فخورين بيكم وانتوا فرحتنا، وان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب وترفعوا علم مصر في طوكيو وترجعوا تفرحوا كل قلوب الشعب المصري ان شاء الله. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه قبل ما ندخل بقى في تفاصيل لقائنا دلوقتي، وقبل ما نتكلم في اي حاجه، كلمه حق لازم تتقال دايما. بعثه مصر البارالمبيه تعتبر واحده من اقوى بعثات العالم، ودايما بيشرفونا كما ينبغي في كل المنافسات وفي كل الدورات الاولمبيه يعني اللي شاركوا فيها قبل كده. احنا عندنا منافسات جديده ان شاء الله في طوكيو هتنطلق يوم 24 من اغسطس الجاري، وهي دوره الالعاب البارالمبيه اللي هيشارك فيها 49 لاعب ولاعبه من مصر. طبعا هنعرف ايه الاستعدادات اللي اجرتها يعني او اجرها ابطالنا، وايه الالعاب اللي هيشاركوا فيها، وكمان ايه الميداليات المستهدفه،
كل ده واكتر هنتكلم فيه مع دكتور ابراهيم امين وهو عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه اللي منورنا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير وان شاء الله يبقى صباح نصر ويعني بعثه مشرفه. ويمكن في ريو 2016 احنا بنتكلم في اكتر من 12 او تقريبا 12 ميداليه، فحاجة يعني تدعو للفخر حقيقي. وأنا متأكدة أن المرة دي إن شاء الله يعني في استعدادات أقوى. فإحنا هنبدأ بالتفاصيل. أولا المؤتمر كان بالأمس، فعايزين نعرف إزاي أخباره إيه، البعثة الإجراءات الاحترازية كمان تختص بكورونا أخبارها إيه، كل الكواليس اللي يعني مهمة الناس إن هي تعرفها من حضرتك دكتور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ أقول لحضرتك بس بداية، إحنا البعثة بتاعتنا القوام بتاعها 24 فرد، معنا 49 لاعب ولاعبة بيشتركوا في 8 ألعاب مختلفة. ونقف عند نقطة 8 ألعاب مختلفة، لأول مرة بعثة مصرية بارالمبية تشارك في 8 ألعاب مختلفة على مدى ال 12 مرة اللي مصر شاركت فيهم في دورات بارالمبية. ومال المعتاد كان قد إيه؟ يعني إحنا ريو كان معنا 5 ألعاب. تمام؟ المرة دي إحنا معنا رفع الأثقال، معنا ألعاب القوة، معنا السباحة، معانا تنس الطاولة، معانا كرة الطايرة جلوس، معانا البارا تايكوندو لأول مرة، معانا الريشة الطايرة، معانا لأول مرة الجول بول سيدات الخاص برياضات المكفوفين. حلو قوي. ده في تطوير طبعاً في ألعاب كمان مختلفة. خلينا نقول طبعا يعني ده هاخد الكلمة الأخيرة اللي قالها معالي الدكتور أشرف صبحي، إن في تخطيط علمي. يعني في تخطيط علمي بدأ من الحكومة وبدأ من مجلس الإدارة بتاع اللجنة البارالمبية، وزي احنا حطينا ايدينا في ايديهم في ايدين الاتحادات البارالمبيه والاولمبيه. كان هدفنا الاربع سنين اللي فاتوا ان احنا نزود رقعه النشاط الرياضي الخاص برياضات ذوي القدرات الخاصه في مصر. ازاي؟ ان احنا بنحاول نشرك اكبر عدد من الناس في الانشطه، لان الرياضه البارالمبيه على مستوى العالم بدات تتصعب، ما بقتش سهله. يمكن دوره عن دوره الموضوع بقى صعب، لان بدات تخش دول قويه، وبدات تخش باسلوب علمي، وبدات تخش باسلوب إعداد لعيبة بشكل أكبر. بدأ يبقى في كمان بعض التدخل في الإيفنتات. يعني إحنا تعرف حضرتك إحنا كرياضة معاقين متقسمة ليها حاجة اسمها الكلاسيفيكيشن، التصنيف الطبي، مش كلهم بيشاركوا، كله حسب الإعاقة بتاعته. فكل ده بيبقى ليه حسابات بره. فبدأت بعض الإيفنتات تتلغي وبعض الكلاسات تتلغي. يعني بدأ جزء من الإيفنتات يتلعب في بطولة العالم، على سبيل المثال ألعاب القوة ما يتلعبش في البارالمبيات، وبدأت كلاسات تتلعب في بطولة العالم ما تتلعبش في البارالمبيات. فأصبح الموضوع مش سهل. هما الهدف بتاع الاي بي سي ايه؟ الاي بي سي دي هي اللجنة البارالمبية الدولية، عايزة تخلي الميدالية بتاعة البارالمبيات ميدالية ذات قيمة. من يحصل على هذه الميدالية يكون بجهد وعرق وتعب. تمام؟ يمكن أنا كنت بتكلم لسه في أحد البرامج دلوقتي بقول يا جماعة احنا مش عايزين نستقل وصول الشخص سواء للدورة الأولمبية او البارالمبية. معلش انا شفت بعض النقاد وبعض الصحف وبعض البرامج بدأت تنتقد اخواتنا في اللجنة الأولمبية في بداية في البداية خلاص. كان في انتقاد وكان في تقليل، يعني العلم يا جماعة، بس البعض كان مش كله. من يصل الى الدورة الأولمبية فهو شرف، ده بطل، ده عدى على مراحل كتير، مراحل كتير. انا مش ببعت جواب فبشترك، لا، ده انا بخوض تجارب وبخوض تصفيات وبوصل في بعض الالعاب، بوصل وانا على عرش افريقيا، وعرش افريقيا مش سهل، زي كرة القدم طبعا، زي كرة اليد وكرة السيتنج فوليبول عندنا، بخوض تجارب كتير جدا وبخوض بطولات عشان اقدر اوصل لده. طب ما تيجي نضرب مثال بالبعثه البارالمبيه المصريه، يعني ايه المشوار اللي اضطروا يمشوا فيه او اللي خاضوه سواء في بطولات دوليه افريقيه قاريه، يعني ايا كان، ايه اللي عدوا بيه عشان يوصلوا في الاخر للمشاركه بهذا العدد من يعني خليني اقول لحضرتك بدايه لعبه رفع الاثقال، وانا دايما ببدا بيها طبعا، وما كلهم عندنا على مسافه واحده، بس لعبه رفع الاثقال عشان حاجتين. لعبه رفع الاثقال علشان هي اكبر عدد مشاركين في هذه الدوره، 15 لاعب ولاعبه، واحنا اكبر بعثه على مستوى العالم، تلينا الصين 14 لاعب ولاعبه. تمام؟ خليني اقول لك ليه؟ لان احنا مصر رائده في اللعبه دي، ومصر قويه. اللعيبه اللي حضرتك شايفهم دول 15 لاعب ولاعبه خدوا اربع سنين من 2017 حتى الان تجارب، وخدوا بطولات سواء عالمية أو قارية أو دولية عشان يوصلوا
افضل 8 لاعبين على مستوى العالم هم اللي بيمثلوا كل ميزان. يعني ال 15 لاعب ولاعبه المصريين المشاركين في دوره طوكيو 2020 وفي كل ميزان هم افضل لاعب ولاعبه على مستوى العالم. هايل دي نقطة يعني طبعاً. ده عايزينها تصريح دي يا جماعة، يا ريت تنزل استرابة تمام، يعني بياخدوا لا. خلاصة الخلاصة بالمعنى هو الحرف. السيستم الدولي كده مش بياخدوا كل اللعيبة. دي نقطة يعني طبعاً. محترمة جدا دكتور إبراهيم. فأقل لاعب عندك مشارك في هذه الدورة من لاعبي رفع الأثقال هو رقم 8 على العالم، حتى لو بقى الأخير في دورة طوكيو هو رقم 8 على العالم. في وسط ايه؟ في وسط حضرتك بقى نيجيريا دول بلدوزرات يعني، في وسط الصين وهم حضرتك عارف رفع اثقال في الصين يعني ايه، ناس شغاله بقى لها فتره وشغالين على المفاصل وشغالين شغل عالي يعني، في وسط وحوش. فان احنا يبقى عندنا 15 لاعب ولاعيبه من افضل 8 على العالم في كل ميزان، فده في حد ذاته انجاز. وخدوا تجارب كتيره منها زي ما قلت لحضرتك ان هم خدوا اوائل العالم وخدوا اوائل افريقيا ولعبوا بطولات دوليه، كانت اخرها في بطوله فزاع الدوليه في دبي 2021 والحمد لله حققنا مراكز متقدمه فيها. كل ده ان ده اللي يدل ان الموضوع صعب مش سهل. كذلك العاب القوه، العاب القوه زي فكره الجائزه الكبرى، مش اي حد بيشارك، انت ليك كوتا بعدد مشاركاتك وما تحققه من مراكز متقدمه. كذلك تنس الطاولة بوينتس معين، ولازم تكون حاصل على رقم واحد في أفريقيا وليك عدد معين بوينتس معين عشان تقدر تتأهل لطوكيو. طب ممكن يا دكتور إبراهيم معلش أصل دي زي ما بيتقال كده سكسس ستوري، يعني دي قصة نجاح أو مشوار نجاح حقيقي لأبطالنا كلهم. طيب خليني أعرف من حضرتك الإمكانيات والدعم، معلش أصل دي نقط أو نقاط مهمة لأن إحنا دايما بنتكلم، حتى لما اتكلمنا على أولمبياد طوكيو قلنا حضرتك لما تيجي برضو تحاول تنتقد افهم بس برضو الباك جراوند اللي جاي منه البطل بتاعك والبطل المنافس على سبيل المثال، مش مهم دولة إيه، بس في فرق كان كبير جدا فيما سبق كمان، دلوقتي اصبح طبعا. الموضوع مختلف طبعا. ولكن طبعا. انا لازم اقارن بناء على امكانياتي وتجهيزاتي ودعمي المادي ودعمي المعنوي وكل شيء، ففي كان فرق رغم ده انت بتقدر تحقق بطولات وبطولات كمان وعفوا وميداليات ذهبيه. فلو جينا على بقى اللعب يعني ابطالنا البارالمبيين وقد ايه برده زي ما حضرتك بتتكلم هم بيحققوا انتصارات على الارض، فالفكره برده في التجهيز الدعم الامكانيات المتوفره، ما ده برده كله مهم لان ده بيعكس بعد كده حجم الانتصارات اللي بتتحقق. انا عايز اقول لحضرتك طبعا بالنسبه للدعم والتجهيزات خلينا نتكلم عن محورين. المحور الاولاني هو الدعم الحكومي اللي كان بيقدم عن طريق وزاره الشباب والرياضه، ويمكن زي ما بدات معالي الوزير بصراحه اشرف صبحي كان من الوزراء اللي جم عملوا نقله في الرياضه المصريه. يعني ايه؟ النهارده بقى في تخطيط علمي، بقى في تحليل النتائج، وده ما كانش بيحصل قبل كده. بقى في النهارده بيقعد مع مجالس الادارات وكل مجلس اداره بيجيب الكاليندر بتاعه وبيشوف ايه البطولات اللي عنده، ايه احتياجاته الماديه على مدى الاربع سنين لحين انتهاء من الدوره البارالمبيه او الدوره الاولمبيه. وبدا يدينا يعني الاحتياجات الماديه دي على شكل يعني اجزاء. احنا بنخلص جزء بيروح جاي لنا الجزء الثاني قبل ما نبدا فيه بيجي لنا. فاصبح ما عندناش مشكله في المشاركات الدوليه ودي اللي كنا بنعاني منها، انا عندي بطوله الزاميه لازم اشارك فيها وانا بعاني ماديا. فجزء ده توفر، فجزء ده شال عننا عبء كبير. بالاضافه لكده احنا طبعا المشاركه المجتمعيه الخاصه بشركات الرعايه، وانا سعيد يمكن في السنتين الاخرانيين بدات تتغير الفكره بالنسبه لرعايات المعاقين. احنا يمكن احد الشركات الراعيه في ريو كانت بتدينا من جزء بتاع الرعايه المجتمعيه كجزء من يعني تبرع. لا النهارده الشركات اللي شغاله معانا والسبونسر شيب اللي موجود معانا وبنعمل من خلاله فاند ريزنج بقى يجي لنا عن طريق ان هو جاي عايز يعمل اعلان، لانه عارف البطل البارالمبي بقى راجل ليه ظهور اعلامي، ليه ضوء بيتسلط عليه. الخطوه دي مش اتاخرت حبتين؟ لان الحقيقه دي مش حاجه جديده، ده من زمان دايما البعثات المصريه البارالمبيه لما بتروح تشارك في اي دوره اولمبيه بيرجعوا وهم مشرفينا تمام، وعاده بيرجعوا بضعف او باضعاف عدد الميداليات اللي البعثه العاديه او اللعيبه الاسوياء العاديين تمام. بيرجعوا بيها، فدي حاجه برضو ملفته للنظر طبعا. عايز اقول لحضرتك على حاجه، فعلا الخطوه متاخره من المؤسسات دي اللي موجوده في المجتمع،
بس خلينا نقول ان احنا المجتمع نفسه كانت النظره مختلفه. طبعا النظره مختلفه، كان النظره دلوقتي تحولت من عطف لتشجيع، من عطف لانتظار ان انت هترفع راسي كحتى بارالمبي، انت مشارك في دوره بارالمبيه عشان ترفع علم مصر، عشان ترفع راس مصر. فالوضع اختلف، احنا كنا في وضع وكنا في مكان، بقينا في مكان تاني. فده طبعا ان ده اللي يدل عن وعي بدا نتيجه ان اللجنه، احنا كلجنه بارالمبيه برئاسه الدكتوره حياه خطاب، بدانا نشتغل على الارض، بدانا نعرف الناس ايه رياضات البارالمبيه، بدانا نعمل ندوات، بدانا نعمل مؤتمرات، بدات البرامج زي حضراتكم تستضيف وتلقي الضوء على الرياضات البارالمبيه وايه هي. كل ده كان ليه دور. الملفت والملفت اكتر ان وزاره الشباب والرياضه بدات تشتغل على المحورين، المحور الاولمبي والمحور البارالمبي. زي ما في مساعد للوزير للرياضات الاولمبيه، بقى في مساعد للوزير للرياضات البارالمبيه. كويس. في معاون للوزير في الرياضات الاولمبيه، بقى في معاون للوزير في الرياضات البارالمبيه. في لجنه البطل الاولمبي ولجنه البطل البارالمبي. ده كلام محترم جدا. فده طبعا ادانا احنا كمان حافز. طبعا اكيد. اللي بنطلبه بنلاقيه. يمكن حضرتك في البدايه قلت ايه هي الاستعدادات بتاعت الزي. لو حضرتك انتوا بداتوا شفتوا الزي اللي هو بتاعنا، هو كان في زي صوره كده، بس يعني برضو خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، ورسيت ازاي والافكار كانت ايه. يعني لو طبعا نعرض يا جماعه تاني جزء من المؤتمر بعد اذنكم، ناخد استرابات فيما يعني هو مهم من قبل دكتور ابراهيم، يا ريت ينزل التصريحات المهمه في استرابات. تمام. شكرا. طبعا حضرتك شايفه هنا الزي الرسمي للرجال والسيدات، ده هيبقى عباره عن بنطلون وجاكيت لكل لاعب ولاعبه، الهويه بتاعت مصر من خلال العلم بتاع مصر محطوط على الجيب طبعا، يمكن حضرتك شايفينه اهو. حتى السكارف اللي احنا حاطينه للسيدات عباره عن علم مصر، وللرجال احنا واخدين الابيض. هو اللون ايه يا فندم؟ ده اسود ولا كحلي؟ لا اللون ده كحلي خفيف يعني. كحلي خفيف. طب ليه مش اسود مثلا عشان يليق حتى مع اللي فاتت كانت سودا يعني. فاحنا قلنا نخرج شويه عن اللون. خلينا نقول ان في كل لاعب هيستلم 3 تريننج، ده احد الشركات الراعيه، طبعا مش هقدر اقول اسمها، هي اتبرعت بيه التريننج اللي في نص ده، نفس التريننج ده اللي خدته اللجنه الاولمبيه. كويس. ودي برضو حاجه تشرف ان خلاص بقت البعثه الاولمبيه والبارالمبيه شركه محترمه. من غير ما نذكر اسمها حقيقي. تمام. في تريننجين تاني، كل لاعب هيبقى واخد 6 تيشيرت وبولي شيرت. ان شاء الله اللعيبه واللاعبات يدوبوا التريننجات دي في عرق الانتصارات والنجاحات اللي احنا مستنيينها. كلها طبعا كلها براندات. كنا حريصين ان اللاعب البارالمبي يبقى زي اللاعب الاولمبي في كل حاجه، لان ده حقه. شيء محترم علينا الاثنين يا دكتور ابراهيم، بيرفعوا اسم مصر طبعاً. فاحنا بنتكلم مفيش حاجه اسمها كده، ده بالعكس كمان يعني، انت بتتكلم في ذوي تحديات لو اتكلمنا المصطلح ده يبقى افضل بكتير. فاحنا بنقول مفيش حاجه اسمها شخص عاجز، العجز هو ان انت تعتقد انت ما تقدرش تحقق حاجه في حياتك، وممكن تبقى شخص سليم جسديا. فبالعكس يعني احنا كنا سعداء، انا وكريم اكيد في 10 الصبح في الاهلي استضفنا نماذج كتيره جدا من ابطالنا هنا عندنا في البرنامج، وقد انت اصلا بتسمع منهم وتتعلم. فاراده يعني طبعاً. اكلم حضرتك لبكره عنها، واصرار وفي كمان روح كده اللي هو يعني مش انكساريه ولا الموجوده عند بعض الاشخاص اللي ربنا انعم عليهم بسلامه جسديه، لا مفيش الكلام ده. هو عايز يثبت نفسه وعايز يحقق نفسه وعايز يرفع اسم بلده، في حاجه محترمه حقيقي جدا. فربنا يوفقك. سعيد جدا واحنا ماشيين في الطرق دلوقتي وشايفين الشركات الراعيه وهي حاطه صور الابطال، وكان حضرتك شفتها طبعاً. على المحور وشفتها طبعاً. على كوبري اكتوبر وشفتها على الكباري، حاجه يعني بتشرف وتدعي للفخر يعني. احنا كمان اتشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله نرجع نلتقي بقى إن شاء الله. ونفرش الترابيزه دي كلها ميداليات بارالمبيه. انا حابب اشكركم والله، موفقين يا فندم. حابب اشكركم على طبعا السبوت اللي انتم بتعملوه علينا وعلى البعثه وقناه، ده مش جديد عليكم، وعلى قناه الاهلي، وان شاء الله نلتقي تاني. انا هختم بس مع حضرتك، الدعم المادي اللي خصصه سياده الوزير تقريبا كان كام لهذه البعثه؟ والله احنا الدعم المادي بالنسبه للبعثه بالاعداد هي كام مليون تقريبا، ولا هي الخاص باللبس والطيران؟ لا فيما يشتمل كله يا فندم، كله. لا فترات الاعداد والكلام ده اتصرف كتير يعني انا لكن ما فيش اعتقد يعني كان فيما يوازي حوالي من 33 ل 35 مليون. لكن البعثه البارالمبيه احنا كانت الميزانيه بتاعتنا حوالي 8 مليون ونص يعني، شامله تذاكر الطيران وشامله الاقامات في الفنادق والاقامات في القريه الاولمبيه
والزي الرسمي والزي الرياضي. نشكر طبعا معالي الوزير، فلوس كلها جت لنا. موفقين ان شاء الله. شكرا ليك دكتور ابراهيم، بالتوفيق لابطالنا باذن الله. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. الاهلي زي ما تابعنا فاز بالامس على انبي بهدفين، ما كانش دون رد او شباك نظيفه في مباراه هجوميه كانت بشكل كبير جدا عكس ما البعض كان متوقع. انت هتهاجم ولا هتدافع ولا هتعمل ايه بالظبط؟ لكن في هجوم من اللحظات والدقائق الاولى. مواجهات الدوري زي ما بنتكلم كمان اللي جايه مهمه جدا عشان يعني مش الاستعاده للحفاظ على اللقب المحلي. خلينا نتكلم في تفاصيل اكتر ونروح كمان لكواليس مهمه جدا هتعرفوها معانا بقى خلال ان شاء الله الفقره مع كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك. سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا. وطبعا النسخه دي من الدوري، يعني الدوري مشتعل على صفيح ساخن، ويمكن للمرة الأولى من فترة في كذا موسم ورا بعض. قبل كده كانت الأمور إلى حد كبير بتبقى محسومة، يمكن قبلها بشهر ونص كمان، لكن المرة دي الأهلي والزمالك ماشيين يعني إيه راس براس زي ما بيقولوا. شايف الأمور هترسي على إيه في النهاية من وجهة نظر حضرتك؟ أبدأ الأول أقول الحمد لله إن إحنا بننتمي لهذا النادي بقوته بوطنيته بلاعبته بأجهزته بإداراته. المقدمة دي ليه؟ علشان احنا كل المنافسين اللي بيأدوا مع النادي الاهلي بيأدوا بمنتهى القوة. ومش عايز اقول القوة والقسوة والخشونة، ده بيخلي العود بتاعك او بيخلي قوامك باستمرار قوي. دايما واحنا بنشتغل في التدريب بنخلي التدريب صورة مصغرة من المباراة، المباراة بتبقى اقصى حمل. وبالتالي انتمائك لهذا النادي كل المنافسين بيأدوا امامك بمنتهى القوه. وشفنا حتى لو ما كانش ده العادي بتاعهم على فكره، لا لا هم بيتوحشوا دايما. لا لا هم بيتوحشوا مع النادي الاهلي، واحنا شفنا طبعا الثلاث اربع ايام اللي فاتوا الانديه اللي بتلعبنا هنا شوف بيلعبك ازاي، وبعد ثلاث ايام بيلعبك ازاي. ايوه. وشفنا امبارح انبي بيلعب بمنتهى الشرف، منتهى النزاهه، مباراه قويه، منتهى القوه ومنتهى الحماس اللي بيتحول احيانا للخشونه. احنا شفنا راجل الكره مش بتاعته النيجيري وراح مطير ايمن اشرف، الكره مش بتاعته. يعني ده انا بحب ده لان ده اللي بيخليني قوي. لو المنافس اللي انا بلعبه بيأدي قدامي باداء يعني سهل انا عمري ما هبقى قوي. ده لا يمكن يحصل اصلا. ده التصريحات المختلفه بتاعه المدربين الفنيين لانديه مختلفه كانت بتواجه الاهلي يعني فيما يسبق المباريات المختلفه، كانوا بيتحدثوا ان احنا دايما امام الفرق الكبيره بنلعب باقصى قوه عندنا. يعني دي تصريحاتهم. حتى انت عارفه حضرتك تبص تلاقي المكافئات بتزيد في ماتش الاهلي، الاستعدادات بتزيد، اللي كان متخاصم بيتصالح. يعني كل ما هو قبل ماتش النادي الاهلي بيبقى ليها قصه ثانيه. و99.9 من عشرة بعد الفريق ما بيلعب النادي الاهلي الماتش اللي بعديه بتبص تلاقيه الاداء مستوى تاني خالص، على طول خساره بقى، ياخد ثلاث اربع ماتشات ورا بعض لانه اللعيبه بتدي اقصى حمل. وبعدين بعد كده بتبص تلاقي الاداء مش الاداء اللي هو مطلوب في انا كنت يعني زي ما انا بقول الف مبروك لينا ان احنا بننتمي لهذا النادي. وفي نفس الوقت احيانا بيبقى الواحد بيبقى زعلان شويه لانك انت التنافس ده تنافس شريف، فانت زي ما بتلعب النادي الاهلي بالقوه دي لاعب بقيه الانديه بنفس القوه. شفنا ماتش امبارح بتاع الساعه 7 الاداء غير منتظر. احنا كلنا بنعشق الاسماعيلي، بنعشق الكوره بتاعت الدراويش، حاجه جميله جدا، بس دايما كوره الاسماعيلي كوره هجوميه. احنا ما شفناش هجوم خالص، يعني حتى العناصر القويه كانت قاعده امبارح على طب ايه تفسير حضرتك للملاحظه دي؟ ما اصلا ما اقدرش افسر في قناه الاهلي. ليه؟ لانه يعني احنا اتعودنا نتكلم على النادي الاهلي بس هو بتبقى الملاحظه ان انا كمشجع او انا كمتابع لكره القدم دايما الفرق ليها طعم وليها مذاق. الاهلي ليه مذاق، الاسماعيلي ليه مذاق، وبقيه الانديه ليها مذاق. الاسماعيلي ليه مذاق ده طول عمره برازيل مصر اهو كده، وطول عمره بالنسبه كريم عشان يبقى الناس عارفه اللي هي بتوقع دايما بين الاهلي والاسماعيلي. الملعب التتش ده كان الاهلي بيلاعب الاسماعيلي كفريق مشترك ضد فرق اجنبيه جايه من بره. يمكن اولادنا الصغيرين او الشباب ما يعرفوش الكلام ده. في ملعب التتش هنا كان منتخب ما بين الاهلي والاسماعيلي ضد سراييفو هنا في الاستاد هنا، ودايما العلاقه دايما على اعلى مستوى.
كنت بتمنى النادي الاسماعيلي زي ما قدم بنفس القوه وبنفس الكفاءه في ماتش الاهلي والضغط والالتحامات القويه والاخره مفيش الميس باصر كتير اللي احنا شفناه امبارح ده بيبقى بيزعل شويه لانك انت كره القدم اتعملت عشان امتاع الناس طبعا انا بمتع الناس الجمهور ده بيجي عشان ايه بيدفع تذكره وينزل من بيته عشان ايه يشجع فرقته ويتبسط انا مع حضرتك كابتن عادل بس انا يعني هتبنى وجهه النظر اللي هو انا مش فارق معايا يعني الاسماعيلي يلعب كويس يلعب مش كويس مقصوده غير مقصوده مش مهم المهم انا برضو في الاول وفي الاخر انا الاهلي فانا مركز في الماتشات اللي جايه وانا اتفق شويه مع موسيماني بصراحه او كتير لما كان في المؤتمر الصحفي واتسال الاسئله دي وهل تعتقد انه متعمد ولا الراجل رد قال لك انا ماليش دعوه باي حاجه انا مركز في الماتشات اللي فضلالي انا في حاجات مش هقدر اتدخل فيها ولا مش هتدخل فيه او ما عنديش القدره ليه ما يهمنيش انا عايز اركز في نفسي فخلينا نتكلم بقى عن اللي جاي وعن الاهلي انا ماليش دعوه الخصم بيلعب ازاي او المنافس بيلعب ازاي من وجهه نظر حضرتك كابتن عادل انا دلوقتي كاهلي والفرصه لسه قدامي واللعب على الارض هو اللي هيثبت انا مفروض اتبنى ايه دلوقتي ايه الاخطاء اللي عندي علشان اصلحها في الفتره اللي جايه احنا صلحنا الماتش امبارح اخطاء كانت موجوده فيما سبق ايه اللي جاي كمان محتاج تركيز كابتن عادل حضرتك شايف استاذنك في انا قلت ايه قلت ان انا الاسماعيلي انا كمشجع بحب الكوره ما بتكلمش على الاسماعيلي بتكلم ان الاسماعيلي بيأدي كوره جميله طول عمره كنت اتمنى ان الاداء يبقى كده انما انا ما بفرضش حاجه ولا انا يعني بقول بنتقد الاسماعيلي لا بالعكس وش الاسماعيلي انا فاهم وجهه نظر حضرتك فزي ما قال موسيماني احنا كلنا شغالين كده انا ليا نفسي بس انا بقيم بالزبط. نفسي بس بالنسبه للاخطاء انا شايف ان هناك بعض الاخطاء المتكرره خاصه بالنسبه للكور العرضيه بيبقى احيانا الرقابه بتاعتها ما بتبقاش بالدرجه المطلوبه واحيانا بنبقى كسبانين 1-2-0 وبيبقى في اندفاع زياده في اوقات انا المفروض ان انا ابقى مجهد المفروض في الوقت ده بهاجم بكثافه ودافع بكثافه يبقى في سرعه ارتداد عشان اعمل سرعه ارتداد واللعيبه كلها ترجع في توقيت واحد ويبقى الجسم او الفريق زي الجسم الواحد لابد يبقى فيه نوع من انواع عدم وجود اي ثغرات بين الخطوط احنا كل الاجوال اللي جت فيها تقريبا نتيجة ان في اندفاع وعدم ارتداد او احيانا بيبقى الراجل اللي معاه الكوره في التلت بتاعنا عند مرمانا والراجل هو بيعمل اوفر ما يبقاش فيه ضغط عليه بحيث ان هو يمنع الكوره دي الى جانب قلبي الدفاع بتوعنا مفروض ان انا والكوره جايه انا ما بتفرجش على الكوره انا مكلف موسيماني مكلفني بان انا اراقب يوسف مثلا اراقب فلان فانا وهي الكره بتتحرك يمين او شمال انا ببقى عيني بتوزعها ما بين قلب الدفاع وما بين الكره وهي بتتلعب بحيث ان انا الراجل ما يطلعش لوحده ويحطها 3-4 اهداف جون فينا نتيجه الحته دي انا بقول برضو من خلالكم احد المعارف ودي رساله للعيبه بيسيب شغله ويسيب الدنيا كلها علشان يروح يقعد مع والده وهو بيتفرج على ماتش الاهلي خايف على والده تخيل يبقى خايف على ابوه من المباراه علشان انفعاله شوف دي رساله للعيبه اعمل حساب ان في 90 مليون بيتفرجوا عليك اللي فيهم بقى عيان بيخف لما انت بتكسب بيبقى سعيد قوي بتدخل السعاده في قلوب الناس اشتغل على نفسك شويه لو في اجهاد انت اشتغل على نفسك احنا بنشوف رونالدو جايب جهاز استشفاء في البيت ما بيكتفيش بالجهاز الموجود في النادي فانا لما اكون ربنا يعني كرمني موسع عليا ليه ان انا اخلص ماتشي 3 ايام او يومين ما اخرجش بره البيت يبقى في نوع من انواع الراحه الكامله بحيث ان انا ما اجهدش نفسي وفي نفس الوقت لازم اضحي شويه لانك انت بتسعد الناس دي كلها واجمل حاجه في الدنيا انك تسعد الناس اللي حواليك اكيد اخر حاجه برضو علشان اتكلمنا عن الجانب الدفاعي بالنسبه للجانب الهجومي مفروض ان انا لما اوصل التلت الاخراني لمرمى المنافس يبقى فيه نوع من الدهاء شويه يعني وانا بعمل الاوفر اروح بعمل انا اعمل اوفر واروح اعمل عمليه تمويه في اكثر من لاعب عندنا بيعملها الحقيقه
في حسين الشحات بيعملها، في كهربا بيعملها، في اكرم توفيق بيعملها. بس احيانا وانا بلعب الكوره عايز اديها لواحد بالظبط، وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقى مكمله لابد. احنا شفنا امبارح في الاستوديو التحليلي في قناه الاهلي يعني في بواليه في كوره لو راح على العرض القريبه تبقى جول. احنا كان لينا قبل كده احاديث وحوارات سابقه مع حضرتك بخصوص والتر بواليا في بدايات انضمامه للنادي الاهلي ساعه الفتره اللي كان فيها عكوسات وكانت الدنيا محجره معاه حبتين، ولكن مؤخرا ابتدت مكنه والتر بواليا تطلع قماش وبشكل ملفت جدا للانظار، واخر يعني المشاهدات كان تسجيله لهدف ضربه راسيه في مباراه الامس في الدقيقه الثانيه منذ انطلاق المباراه. فطبعا يعني عايزين نقف شويه بعد اذن حضرتك بمجرد العوده من الفاصل ده عند والتر بواليا والتغييرات اللي طرقت عليه. بس كمان هنتكلم عن الفرص اللي ضيعها. ماشي، اصل احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير في الفرص اللي ضيعها. بس ابتدى يهدف اهو يا عالم. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل. مرحبا بحضراتكم. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور ما حلو حلو ده شيء مباشر مع كابتن عادل عن والتر بواليا تحديدا والفرق اللي شفناه مؤخرا في الاداء. ولكن امس خلينا برضو لو هنتكلم كان في يعني اداء كويس جدا، ولكن كان في برضو فرص ضائعه. خلينا نعرف وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع، لان برضو يعني بالنسبه لتحديدا بواليا احنا في لقاءات قبل كده قلنا بواليا ان هو يشتغل على نفسه شويه وبعدين هو هياخد وقت لحد لما يتاقلم. صحيح. مع الفريق. انا فاكره فعلا. ودايما بدايته ما كانتش الدفع بيه كان يمكن في توقيت ما كانش التوقيت اللي هو الراجل متخيله. الراجل طبعا بيشتغل في عهد في احتراف دائم، فاللعيب عنده بيجي على طول بينزل بيأدي زي ما بتشوف في العالم كله. فبواليا كان محتاج وقت جاي من الجونه، فكان محتاج وقت. انا قلت مع حضراتكم هنا ان المفروض بواليا لما الكوره تبقى بتلعب يروح للكوره ما يستناهاش. امبارح رحنا شفنا الكوره في الكورنر راح على العرضه القريبه وجابها جول. واحده ثانيه من قفشه لعبها له بالعرض راح داخل وعاملها برجليه الشمال، يعني يا دوبك حكت في العرض. الماتش اللي قبليه اعتقد حسين الشحات عمل له واحده بالعرض، اعتقد كان ماتش اسوان، راح داخل قبل الجول وراح واخد الكوره وراح عامل الجول الثالث. كل الامور دي لما بتروح للكوره انت كمهاجم بيبقى عندك الفرصه وعندك الجراءه. يعني انت بتهاجم كويس قوي علشان تتغلب على خصمك. لو انت استنيت يبقى الخصم باستمرار متفوق عليك. واليا محتاج شغل على الجول كتير، محتاج انه يبقى عنده الجراءه انه يشوط برجليه الشمال قويه جدا، محتاج ان هو يدي لنفسه مساحه بحيث انه لما يقدر يشوط يبقى بيشوط براحته. رجليه الشمال تقيله فانا ما بستغلهاش. حتى لما موسيماني بيلعبه ناحيه اليمين المفروض لما يكسر ويخش يلعبها الواو زي ما بنشوف دايما الناس اللي بتلعب على الشمال على ناحيه اليمين وهو اشول، بيبقى دايما بيستغل الجزئيه ديت انه لما بيدخل للداخل بيروح شايط. برضه محتاج لسه حته ال انه يبقى عنده ما يخافش، ما عنده الجراءه انه يشوط ويسدد، لان برضه دي هتبقى من الحاجات اللي هي يعني. وبعدين هو ابتدى فعلا ابتدى يتاقلم مع الفرقه، ابتدى يلعب، ابتدى الكره لما بتلعب له بتجي له في اوقات معينه بيلاقي ضغط عليه بيرجع يبدا الهجمه من بدايتها وهكذا. انا شايف ان هو يعني بيتقدم، محتاج شغل اكتر، محتاج انه يدوس على نفسه اكتر، محتاج يظهر موهبته والبضاعة بتاعته لجمهور النادي الأهلي أكتر من كده. جمهور النادي الأهلي الفيرود بتاعه بيجيب الجول من نص فرصة زي ما بتقول نهاوند كده. أنا جاب جول امبارح بس كان ممكن جدا هي دي بقى يجيب ثلاث أربع تجوال كمان. ما عنديش رفاهية أبدا أنا لا أتعادل ولا أخسر تاني خلاص. ما ينفعش في ظل الهجمة الشرسة اللي موجودة، في هجمة شرسة في إعلام في كل حتة على النادي الأهلي. فأنا يعني الحتة دي أنا كلاعب، ودايما أنا قلت المثل بتاع الراجل اللي والده بيبقى يعني هيجرى له حاجة علشان الأهلي، اللعيب لازم يحس بدي إن أنا بفرح العالم كله، الجمهور وبسعد الجمهور والناس كلها بتتابعني في العالم العربي وفي أفريقيا، والمصريين اللي موجودين في أوروبا وفي أمريكا بيتفرجوا علينا. فانا يعني مصريين وعرب وافارقه كله ممكن يعني جدا كله. وممكن جدا اجانب يبقى اتفرج عليك طبعا. انت واحد بيشتغل وكيل لاعبين في الخارج لما بيلاقي عنصر بيطلبه
يعني ودي حاجه تبقى يعني مشرفه لينا. فدي كلها حاجات بنوصلها للاعبين. الفيرود لابد ان هو زي ما نشوف محمد شريف كده ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه من ربع فرصه يجيب الهدف. برضه بواليا نفس القصه، صلاح برضه نفس القصه، صلاح محسن. ما هو اللاعب المهاجم وتحديدا يعني الهداف ده المتوقع منه، ده العادي، ده المنتظر منه، ربع فرصه ويمكن تمن فرصه كمان في بعض الاحيان، وده اللي بيفرق على فكره نجم في خط الهجوم عن نجم تاني. امال ايه؟ والسعر كمان والسعر وقبل السعر حب الناس. اكيد حب الناس ده دي حاجه بقى بتاعت ربنا يعني. فانا لما باستمرار باخلص في عملي وباتقن عملي، يعني انا المدرب يديني راحه اقول له لا انا مش عايز راحه، من فضلك انا عايزك تديني كرات على الجول على العرضه القريبه علشان عايز اتقنها. طيب الكرات اللي هي بتبقى جايه ومحتاجه فيرست تايم انا بحطها وحش، طب انا عايز ممكن يعني بعد اذنك تخلي الكابتن سامي يديني شويه حاجات. انا عارف طبعا ان الكابتن سامي بيدي شغل تخصصي باللعيبه، انا كمان كلاعب اطلب الزياده بحيث ان انا شايف ان انا على الجول محتاج حاجات معينه ان انا اعملها فاشتغل عليه. فدي طبعا كلها حاجات ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتكون مبشره وهنفرح باذن الله تعالى ببطوله الدوري ان شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن عادل، اكيد انا وكريم وكل الجمهور نورتنا وكلام مهم، وباذن الله يعني زي ما احنا اتكلمنا في الفقره كده الفتره اللي جايه اي اخطاء كانت موجوده يتم تداركها بشكل افضل وافضل كل مباراه، وما احنا ما عندناش رفاهيه ابدا حتى التعادل، فكل التوفيق للفريق باذن الله. شكرا لك، نورت الدنيا كابتن عادل، سعداء بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نرجع نسعد بلقائنا مع حضراتكم بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.